بعد أن قالت بأنها متهمة بالغش، تلميذة متفوقة تعلن مغادرتها الدراسة في رسالة مؤثرة. إذن الكل يعرف هذه التلميذة التي قالت بأنها متهمة في الغش في امتحان الفلسفة وأنها لم تغش، وكذلك كتبت رسالة مؤثرة بأنها سوف تغادر الدراسة وبأنها يتيمة وعدة أشياء الكل رآها في الفيسبوك. بعد كل هذا طلب أمزازي من مدير أكاديمية فاس أن ليس فاس بل بني ملال الخنفراء، مدير أكاديمية بني ملال الخنفراء، أن يعد لجنة لإعادة تصحيح يعني أوراق هذه التلميذة والبت في حالة الغش. لكن بعد أن قامت هذه اللجنة ب يعني مشاهدة ورقة هذه التلميذة، هذا ما قاله في الأخير بلاغ توضيحي: على إثر ما تم تداوله ما تم تداولته على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ادعاء الحيف الذي قد تكون تعرضت له المترشحة نورة منصوري بالمديرية الإقليمية بخنفرة بسبب اعتبارها في حالة غش أثناء عملية التصحيح خلال امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2021، وبعد معالجة تظلم المترشحة المذكورة وفق المساطر المعمول بها، يشرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال الخنفرة أن تتقدم بالتوضيحات التالية. إذا لماذا تم اعتماد ورقتها في حالة غش؟ لقد استندت لجنة التصحيح على قرينة يعني قرينة تم رصدها أثناء عملية تقييم إنجاز مترشحتين اثنتين بنفس القاعة، المترشحة المذكورة ومترشحة أخرى، يعني أن هذه التلميذة مع تلميذة أخرى كسبوا نفس الموضوع بنفس يعني الطريقة. لقد أكدت اللجنة الجهوية المختصة صحة الإجراء المتخذ من طرف لجنة التصحيح خلال معالجة تظلم المترشحة المعنية، يعني أنه كان هناك غش رغم أن هذا التلميذة يمكن أن تكون هي من يعني أرسلت ورقة للتلميذة الأخرى، يعني أنها هي من نقلت منها أو الأخرى هي من نقلت، فيعتبران هذه التلميذتان في حالة غش. وتجدر الإشارة إلى حرص هذه الأكاديمية على معالجة كل شكايات وتظلمات المترشحات والمترشحين ضمنا لمبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوقهم في احترام تام للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 0213 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والمقرر الوزاري رقم 3421 بتاريخ 26 أبريل 2021 بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2021. إذن فالتلاميذ عندما يتوصلون يعني باستدعاء الامتحان فيعني يجدون فيه بعض البنود، ومن بين هذه البنود إذا يعني كان تطابق بين ورقتين فتعتبران في حالة غش، وهذا ما وقع لهذه التلميذة. بالتالي سوف تتخذ يعني في حقها قرارات الغش والتي لا نعرف إلى أي مدى سوف تصل. إذن نتمنى النجاح لجميع التلاميذ ونتمنى منهم أن يبتعدوا عن الغش خصوصا في الآونة الأخيرة، فقد تم يعني زجر الغش بطرق يعني جيدة رغم يعني أن التلاميذ لم يتم يعني معرفة بأنهم يغشون في القسم، إلا أنه يمكن معرفة التلميذ الغشاش بعد التصحيح وسوف تتخذ في حقه يعني الإجراءات اللازمة.